فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم النظر إلى النساء الأجنبيات إذا كان نظرا عارضا كما يكون يقول في نشرة الأخبار؟ إذا قصد النظر والتلذذ بهذا فهذا حرام، أما إذا وقع نظره من غير أنه يقصد هذا ولا يتلذذ به فلا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.